خليني اربط حضرتك توليت رئاسة نادي. طبعا. هل اللي انت بتقوله ده حققته؟ وهل لا نقشت؟ لا لا ثانية واحدة ثانية واحدة. انا كان ليا انا كنت بعيد عن الكورة، ماليش دعوة بالكورة. نعم. الكورة لها شركة مسؤولة ويعني وتديرها ولها رئيس ولها مدير ولها ميزانية ولها فلوس. دي حاجة لغايه ما انا كنت موجود في النادي. نعم. كان ده موقف الكوره. نعم. كوره مالهاش علاقه بيا يعني كوادي دجله ان هو النادي المشهر. نعم. اللي هو نادي المعادي، انما غير كده مفيش. ومع ذلك وانا ماليش علاقه بالكوره خالص خالص، وانا كانت علاقتي اصلا بالاعضاء وبعض المشاكل الاعضاء وتنظيم المسائل المتعلقه برياضات الاعضاء في النادي. كنتش بقول كلمه في الكوره ولا بحضر ماتشات، حضرت ماتشين ثلاثة بعد كده بطلت، لأن الناس تصورت إن أنا مسؤول عن الكورة، بينما هناك جهة مسؤولة عن الكورة. ما ينفعش أبقى مجرد كده رئيس نادي لكن قرارات الكورة مش بتاعتي، بتاعت ناس تانية، هم اللي ليهم حق الإشادة وحق النقد. هل كان الاتفاق مع حضرتك على كده لما جيت رئيسا للنادي، ولا أنت جيت فوجئت بهذا الأمر؟ لا ده سؤال حلو. بس انا هقول لك حصل ايه. نعم. انا ليا وجهه نظر، كان ليا وجهه نظر، مش هقول اسم اللعيب. نعم. كان ليا وجهه نظر في اللعيب والمهندس ماجد سامي له وجهه نظر في هذا اللعيب. نعم. قلت له مش هينفع، اذا كنت انا رئيس النادي وليا وجهه نظر في اللعيب وانت ليك وجهه نظر ووجهه نظرك انت هي اللي هتمشي، انت ماشي، انت الكوره، انت المسؤول عنها. وبالمناسبه انا بعد موسم ما خلص انا قلت له انت كنت صح، وانت اشدت انا بشيد باللاعب ده انه عمل انجاز للفريق وانت كنت صح، بس انا ليا موقف انا يعني انا كنت مصمم عليه، بس هو كان صح. احنا وجهات نظرنا هنا كانت مختلفه. فمن اللحظه دي لا، قلت له انا مش هقدر ابقى مسؤول عن الكوره، انا اما مسؤول وابقى انا صاحب القرار الاول والثاني والثالث والاخير، يا اما مش مسؤول. نعم. وخلاص والكوره بقت حاجه هي ليها شركه من زمان ومستمره. نعم. وكانت مستمره وما زالت اعتقد يمكن مستمره حتى هذه اللحظه. خليني اروح لفصل.